ولا زوج عندي ما عندك مدري. لا صافا الحمد لله كبروا بينا دعوة منظمة كل شيء بخير زعما الحمد لله. المناصرين الله يبارك ما شاء الله كل شيء غالي كل شيء منظمة يا الله يبارك راني بصحة ونتمنوا اليوم إن شاء الله نفوزوا بالمباراة وهذه ان شاء الله. بصح عند ذوك التنظيم الله يبارك وان شاء الله يكملها قدابا. هيا شو مروة خلي يجي حضرة بارا باش نرفعو شرطة الشرطة وقايمين بيها هيا ربي دموعك هيا هو حي حمراو على بالك واش نقول انا ها ما شاء الله معيناش ما شاء الله ربي يدوم هاكا ولاشان هاكا وليحوا هاكا وهادو خاوتنا يجوا مرحبا فيهم وحنا رحنا رحبوا بينا وما شاء الله تنظيم ويصدقوا لك حاجه الله يبارك الحمد لله الحمد لله خويا ان شاء الله اهو خاو خليت فيكم عجبكم الحال عندي الحمد لله ربي يحفظك ربي يحفظ حطيهم صح. السلام عليكم خوتنا نشكركم على خاطر الدخول الموفق اجواء جد رائعه تنظيم محكم نشكركم نتمنى الفوز المنتخب المغربي مباراه بروح رياضيه ان شاء الله ومدرجات في الملعب ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احنا اصلا مدينه وهران جينا اليوم المدينه المعروفه هي الجزائر العاصمه غنلعبوا ضد فريق مدير الجزائر دخلنا لدخلت الملعب كانت جميله منظمه ان شاء الله تكون الروح الرياضيه ما بين الفريقين والمياه كي قال ان شاء الله في هذه المقابله هذه الله يستقبل الله يبارك ما شاء الله الله فيكم الشناوه واخا 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 راهي مصدمه ومنظمه كما كل خضره ومع وهرنا مرحبا بهم وحنا عندهم مرحبا بينا كالعاده راهي انتيك طوب ان شاء الله تكمل هكذا ولي سيبورتي راهم خاوه ولي يربح بصحته ماذا بينا حنا نربحوا ان شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الحمد لله الاجواء راه في ملعب براقي يعني في نعمه تنظيم في المستوى الله يبارك خويا وكما يقولوا حنا صافي بليزير كيشوفوا الاجواء هكذا ويكون التنظيم وسهلوا له يعني عمليه الدخله والله غير بارك الله فيهم يعني راه حكوا على الشرطه عامه لنا بارك الله فيهم صافي نديروا بليزير تنظيم روعه الله ما شاء الله وعمله الله يبارك خويا العشيش والله غير الدخله غير الله يبارك فيه ان شاء الله يكون ماتش ان شاء الله نربحوهم يا اخو نضربوهم ثلاثه اخو ارقيتو نمشيو خاوتنا وحبابنا وتاوعنا ان شاء الله ثلاثه اخو على زيد بيان سور ان شاء الله خاوه ما داك العام ان شاء الله ان شاء الله نربحوها ان شاء الله نربحوها علينا ولا ليهم يوم روح الرياضيه ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رانا زياره في الجزائر العاصمه وبالتحديد رانا ضياف عند خوتنا مدير الجزائر الله يبارك استقبلونا احسن استقبال